صباح الخير، كيفكم؟ شو أخباركم؟ يسعدكم ويسعد كل أوقاتكم. يلا نعمل ملوخية. أول إشي بدنا نغسل الملوخية، بغسلها كذا مرة، ثلاث أو أربع مرات لحد ما المية تبعتها تطلع صافية ونظيفة. بحطها بمصفاية تصفي ميتها، وقبل ما أخرطها لازم أعصرها كتير منيح، ما أخلي فيها مي. بعصرها هيك كتير منيح وبحطها بالصينية اللي بدي أخرط فيها، وبعدين بنبدأ نخرط الملوخية بهذا الشكل زي ما أنتوا شايفين بالمخرطة. وإذا حابين تعملوها بمحضرة الطعام بكون أريح لكم. زي ما شايفين هيك بضل أخرط فيها لأنه بدي إياها ناعمة. لما توصل لهالمرحلة برش عليها شوية ملح، بيخليها تنعم بشكل أسرع. برش شوية ملح وبأكمل خرط. لما تنعم تصير بهذا الشكل، ناعمة كتير منيح لأنه أنا بحبها ناعمة. بعد ما خرطناها بدنا نطبخها، بدوبها بمرقة، بجهز الطعمة، بدقها، بقلبها بشوية زيت لما تشقر، ما تخلوها تنحرق. التومة إذا انحرقت بتعطي طعم مرار. خلوها هيك شقرة وحلوة، وبنديرها على الملوخية. وشوفوا لي هالملوخية ما أحلاها. بتقدموها بخبز أو برز زي ما انتو حابين. وألف صحة وهنا. وبس هيك.